قد يعتب البعض أنه لماذا تستضيف إسرائيليين؟ أنا بالعكس، أنا من الناس اللي بشجع هذا. أنا بعتبر أنه لما بيكون عندي ضيف إسرائيلي في أي فترة إخبارية أنا بعتبره صيدي، لأنه إذا هو بدي يقدم روايته أنا قادر على دحض هذه الرواية. الجزيرة تعتمد على الرأي والرأي الآخر، وعدم وجود طرف ثاني تصبح يعني صوت واحد وغير مقنع. ناول القضية الفلسطينية بحس أني منبر للدفاع عن القضية الفلسطينية. طبعا في بعض الأحيان لا تخلو مواقف صعبة بالنسبة لي حينما أقابل إسرائيليين. أعطيك مثال، كان معي بروفيسور من جامعة بار إيلان اسمه مردخاي كيدار، وكانت المقابلة، مضمون المقابلة وهدف المقابلة هو الحديث عن أسباب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس وغير ذلك. فطرحت عليه هذا السؤال، شو الهدف؟ فقال لي القدس لليهود نقطة، هذه عاصمتنا من أبد الآبدين، أنتوا العرب والمسلمين لما كنتوا في القدس كنتوا تشربون الخمر وتؤيدون البنات، يشربون الخمر ويؤيدون البنات ويعبدون العزة واللات والمنات، فلماذا علينا أن نتكلم عن هذا الشيء؟ هذه هي مديناتنا من 3000 عام. فقلت له إذا كنت تريد أن تتحدث عن التاريخ لا يمكن لك أن تلغي القدس من القرآن. طبعا هو دكتور وفهمان، قال لي القدس لم ترد في القرآن. فعلا القدس لم ترد في القرآن، ولكن الله أسعفني في تلك اللحظة وقلت له سبحان الذي أسرى بعبده. ذكر القدس لم يرد في القرآن مرة واحدة يا سيدي. موقف اللي حسيت أنه أنا فيه لازم أدافع عن حقي أنا كشخص، حق كل فلسطيني.